وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أوضحت السيدة مشاع الفيروز شريك مؤسس في جيو كابيتال، أوضحت دور المستثمرين في مشاريع الأمل عبر تقديم الدعم المادي والمشورة والخبرات لرواد الأعمال الطموحين. طبعا دورنا الرئيسي كمستثمرين هو تشجيع وتسهيل عملية دخول الأسواق الجديدة من خلال خبراتنا. في نفس الوقت نوجه الشركة من خلال مشاركة في مجلس الإدارة للوصول لأهدافها، نعرف الرواد بمعارفنا بهدف التوسعة والشراكة، وطبعا نحقق أهدافهم الاستراتيجية. اللي شفناه من شغف وطموح كان استثنائي ويعكس الروح الرياضية لشبابنا البحريني، ويطمن أن مستقبل البحرين واعد. نعم. البيبان مفتوحة ونتمنى نشوف فئات أكبر تشارك بأفكارها ومشاريعها.